بست. انا مالي اسف ابوك ابوك اللي ارتاح ابوك انا ما دخل انا ما دخل ترى اللي مطلقه عندي اربع جهال اشد اسف ام سوري هاي جايز هاو ار يو اني واحد حرامي ويعني شو اقول لكم يعني مرتب اموره والسوالف فيعني ما عليكم انتوا اللي ما يعرفني ترى اني يعني عندي فيديوهات قديمه بالحساب مال ابو عطوان يعني كنت اوق الحساب مال ابو عطوان اسوي فيديوهات بعدين رجعت تنطن اخر اربع مقاطع حتشوفون الفيديوهات مال حرامي المهم ما اطول عليكم انا متحمس حتى اوريكم واعلمكم شلون تبوقون بما انه هسه الوضع قطيه بالعراق ماكو شغل فما عندكم غير سبيل اخر غير البوق لكن خل اعلمكم شلون تبوقون بس مو تروحون تصيرون حراميه كبار برلمانيين لا دولاك شوي ستيب باي ستيب فهمتوني يعني تصير حرامي صغير بعدين تتوفق تصير حرامي كبير اوكي فيلا خلنا نطول عليكم خلينا نقول اكزت اول شيء تجيب لك جراج معفن مثل هذا اللي عندي حتى لو تاخذه بالدين ماكو وبعدين تدفع فلوسه تتداين او تبوك يعني حرامي نسينا تبوك بعدين تدفع ايجار بعدين تروح للي اجرت منك تبوك منه الفلوس وتدفع له مشار الثاني طنطره يفتو اي حرامي عندي يعني الرئه توجعني المهم خلنا نشوف يا بيوت يعني نقدر نبوك لحد يقول له ابو عطوان نزلت فيديو على القناه اوكي بس هو اكيد حيشوفه بس هو حيغلس لان بيها ارباح وفلوس بس ما يدري انا اروح ابوقي لان حرامي شغلة الحرامي يعني الدقة يعني السيطرة يعني مصطفى الحد مصطفى الكريم مبين بيت متروس 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 ام بيت تعلموا علي اول شي تدوسون هيجي لحد ما تنزل جوا يا اخي انا محترف انتوا تعلموا من عندي ويعني عندي فيديوهات يعني نزلت فيديو سابق الاكاديميه مال الحراميه يعني خاف تدو تعينون بيها ترى عادي يعني دفعوا لي فلوس واللي يريد يبوقني اشقه بالنص يطلع لكم انا اوكي ناخذ بطاله هذا باع البطل المنكر ما يقبل اخذه يا سبحان الله يا سبحان الله قلبك عامر بالايمان ميكروويف هم سوي له دروب ما اريد هذا ثقيل يسوي تليفون سامسونج هلا والله ان شاء الله القى ايفون وزوجهم يطلع اني ايفون كونغ يعني سامسونج ايفون المهم اي هذا الكاش ايش اريدكم ايش اريد كاش فلوس 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 خرب النار ادري حرامي مال ماعين اني والله العظيم يعني شنو ايفون لقيت ايفون يوفون وسامسونج اوكي خياره ماكو افتح عليك ماكو لك شنو هذا البيت اللي معفن لك راح اسالهم جو عندكم فلوس اسالهم لو ما يصير اسالهم لو عيب ماكو فلوس ولكم انا حرامي شي سباق لاني ما يصير هيجي يبا اوكي جايش اوكي افتح الباب اقبز منا اقبز اشرد خويا عامر اشرد لك لا وتفتح وقت تفتح بيبان راح تجي الشرطه اوكي ارجع بالبيت اوكي اركض لك مو منا لك لا راح انقبزت انا معلي اسف ابوك ابوك اللي ارتاح ابوك انا ما دخل ترى اللي مطلقه عندي اربع جهال اشد اسف ام سوري المره راح اشوف الطريقه ثانيه مثلا يعني مثلا بس هم نايمين جميل دق عليهم جرس اشد دقيت عليهم جرس اشد دام اركض انتوا اهم شيء تاخذون يعني سو يعني اسمعوا بعض النصائح من تبوقون بيت اخذ كل ما صغر حجمه وغلى ثمنه مو تجون هيك مثل الزمان تدوسون على الجرس ترى انا مره واحد سواها واحد ما اعرفه الله لا يوفقه اي واحد زمان سواها يعني اوكي انت بس ابقى وراي ما عليكم اوكي حلو هاي اخر القفل حلو اوه شيت اوه شت دام جوا الشرطة انا مالي دخل افلت اصعد بالسيارة اوه شغل دوس راح يطق عروس دوس
لقدوس ابو سبره بسرعه خذ لك منها. الله يضيع حظك، الله يضيع حظك، الله يضيع حظك، السياره راحت. اشد سمير لا مو هنا، فضحت لي لك بطي، السياره راحت. اشد تمشون بالشوق، شفتوا احد؟ حبيب قلبي الله يسلمك، حبيب ابو سمره الله يخليك عليك، الله الله يوفقك، الله يرضى عليك حبيبي، انت حبيبي حبيبي حبيبي. ماك احد منا؟ وين التليفون؟ شاركوا التليفون هنا. اوكي يجوز بعد بعد البوقه الفاشله يعني. اوكي لا مو هنا. افتح هذا الجوه، افتحه. ادري ادري اكو واحد يخلي بالكنتور ملابس، يجي واحد ثاني يقول لي واحد وين يخلوها؟ اقول لك ما تزعل. وينك 15 دولار؟ هاي هذا رزق رزق، الحمد لله الحمد لله، رزق رزق. جميل جميل جميل. انا ماك فلوس هسه، اذا واحد يجي حرام يجيبوك بغير تخلوا له فلوس شي، شنو هذا البوق هذا مالتكم؟ انتم مو حرام انتم، والله العظيم ناس. الحمد لله الحمد لله، رزق رزق رزق. بلوكين ترافيك. اوه اوه السياره مالتي. اوه قدام حيخبرون الشرطه لان السياره مالتي ما تخلي الناس تفوت. اوه هسه هسه بس تخبر الشرطه بجربك هسه. بدعت خالتك عقب ثواني بقعد ابوك، ليش تقطع رزق العالم؟ خبر الشرطه ابن المعفن، خبر الشرطه. اوكي خل اروح افلت بذن الاغراض اللي عندي، اروح ابيع الموبايل لابو المحل. اروح لابو المحل واحنا قاعد نسوق، احنا الحمد لله والشكر كله رزق رزق. هلا 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 بتات، لك ليش مطلع وجهك صرت لي؟ اوكي هاي السياره مالتنا، جميل جميل. ويلكم باك. هلا وهلا، وجهك وجه ابد مو اجرامي، ابد خلقتك مو اجراميه. هاي اشوف 86، لك رزق 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 ساعات، لك هلا لك هلا لك هلا، لك شنو اماني؟ بيع بيع حبيبي. هو شنو هذا؟ اوه لازم افربت التلي، افربت ال هذا التلي، لا المحاض هو فتشي افربته وخلاص. انا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. لان من الحرام ان تسرق بيتا يعني خاليا من من الاشياء الثمينة، تسرق شيئا غاليا يدفع لك اجرا كثيرا في جهنم. يلا خلينا نشوف الله وين نوقف. بس المشكله ذولا اساسا يخبرون عليه الشرطه. اوه لقيت مكان مال باركين، اي يابا هاي بالباركين عمود اخف واحد يخبر الشرطه. والله اللي يخبر الشرطه اشق حلقه شق، ترى بالحلقة كل شيء بدأ أسوي. شوف هذا المين حبيبي أبو تيسير الورد، الله يخليك، الله يسأل الله يضيع حظك، الله يموتك إن شاء الله عليك. أوكي هاي شنو؟ جميل أقدر أفتح هذا؟ أوه نايس. نعم على ذولا، هل هم ناعمون أم جالسون يضرطون؟ أوه هذا ايش قاعد يسوي؟ لا لا اوكي راديو رزق. اوه فلوس، لك والله انت شريف، خليت فلوس برا. هاي شنو؟ هاي شنو؟ لك والله قاعد بالكراج. اوكي ولا لازم، لك قاعد شنو الشرطه واحد بخيري يعني هاي العقوب. اوكي اختبي سلة الزبيل. يلا ما حد يشوفني ما حد يشوفني، بس الريحة تكتب بس عادي. اوه شيت اكو جاهل زارب هنا. اوكي غلس غلس، شم الريحة احسن ما تشبها بالسجن. يلا عيني يلا، رب يكون القالي بيت صاحبه اثول وعده عواقب خشبه وما يشوف وفوقها اعمى واطرش وبيته متروسه فلوس وبقفاله ما عنده وبيوته مفتوحه وكل شيء. ربي يفتح رزق رزق.
حجي ما عندي يعني والله حرام على قدي، مين اجيب لك قفل الالكتروني؟ حجي افتح الباب الله يخليك على ابوك. بس شويه بس التلفزيون حجي، بس التلفزيون الله يرضى عليك حجي. حجي قنادر عديك انا بس جدي لو حرامي انا حبيبي ابو زربه الله لا يوفقك الله يخليك. لا تعال خذ لك راشدي، خذ لك راشدي. ايه ايه عبالي. اوكي هذا البيت بي عثمان مبين بيت معافي. خلنا ما اروح على هاي ابوك. ايش عندش قاعده بالبيت؟ يلا خلي ابوك. حلو او شافتني انت يا ماتج ده ابوك من جيرانكم. لا خذيلك عضه، تعال تعال عضيني دا اشوف ايش نج. انا رجال ما يعني مو ضد النظام، شفتوا عارف اللي بغشيش 15 دولار والله هذا الولد يفتهم. ايش الباب ما اقدر افتحه ترى بنده ايش الكب اللي ما تفتح. هاجي شنها هاجي معودين هيدا ابوك. والله غربت وسمعتي قدام العالم. الله يساعدك حجي الله يخليك الله يسلمك حبيبتي. شنو هاي؟ شنو هذا الفضح اللي انت بيه؟ باع علي؟ شوفي انا شلون لابس؟ هذا نقاب وما عبالش نقاب انا حرام الحمد لله والشكر. على هالخلق هاي دبسز ناس ما يستحون. ايش قد رقمك؟ اوكي عيب حجي الله يخليك. بيت معفن منه انا وحمايته قليله ما تعرفين؟ الله يرضى عليك حجي. زين حجي ربع ما تجي قاير ماكو ابد. حبيبي سمير الله يخليك حبيبي توجهك وجهها اجرامي ليش ما تشتغل وياي وتدفع لك بالاقساط ها ابد. طبعا لابس حلقات اكيد عليك اول شيء مو قلت تعطينا الرقم بالبدايه بس انا ترى انا لابس نقاب انت يا لازم تنزعين النقاب اقصد يعني تلبسين ال اوكي اجي اجي اي روح اطلع اطلع للدوام اطلع للدوام. ايه الحمد لله خلصت منك شو هذا؟ جني! راح ابوك فيه جني! انت ابوكتك حلال! انت ابوكتك حلال! هلا والله! شنو هالبيت الجاي هذا؟ طابعة؟ اوه! الطابعة! ايه! طابعة ماتي! ماتي! الرجلة شخذها خذها من عندي ما رجعها! ما خذها مني ما رجعها الله يوفقه! اوكي خلنا نرجع للسيارة ما عنده طريق طويل! بس الطابعة مبينة ثقيلة باعوها شو ثقيلة الطابعة الطابعة خلي انا اروح اجيب السيارة لان ثقيلة مو تتحركين والله العظيم اذا رحتي يعني ازعل يا رب الطابعة يا رب ايه يا سبحان الله شباب ضاعت الطابعة ما راحت دين مال حلال مال حلال ما تروح مال حلال الحمد لله شكر ربي مال حلال عمره ما يروح المال الحلال ما يروح مال الحلال ابد. اوكي اوه عندهم لوحه يا ابو شكرا على اللوحه يا رجل شخذها مني كان سكران وطران doing something shady shady لك شنو انت ايش عرفك انا بايقها بنت البنتل ايش عرفك انا بايقها انا بقول لك كيف انا لابس نقاب انتوا عدوين الاسلام اوكي خلي افلت يلا جارب منقع ولا وضعيه معفنه عوف اللوحه هنا عوف اللوحه كلها مال حلال مال حلال عندي سياره قبطت يا راد اجيب لي سياره كبيره مال حمل مال حمل خلينا نروح نبيع المكروي الطابعه طابعتي وبايد ابيعها بكيفي. جميل خله يا الله جايب لك اليوم شغله دسمه دسمه. طبعا تعرفون انتم هذا شو اسمه؟ ثواني ولك فوزي تفع عليك كلب فوزي ليش ما تشيل الاغراض وياي؟ هذا فوزي القطاط كان قبل حرام بس توفق وفتح له محل. لان اقل خطر يعني هالسوالف تدرون يعني ها؟ اوكي؟ ايه
أوكي حلو. هاي الطابعة 270 يا ظالم، 270 يا شنب. أوكي بعد زول هيجي حلو. أوكي لس أوكي يلا بيع بيع. بس هذا الهارد ديسك يراد انفرمته، يلا نبيع لان هو ما يفرمت تدرون هو مطي فوز شفتي بس سوالف. بيع اخويا بيع بيع. طيب هذا بينباع. اوكي لازم افرمته، مو مشكله افرمت لك اياه تدلل. يلا فوزي دفع له خلقه يا قطاط، دائما يقطني هذا التافه. اوكي اوكي يبا 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 خوفتيني. اوكي خلا اطلع بسرعة، والله العظيم جيت هذا كل مرة انت ابوك اخي، والله ما يصير هيجي. اوكي شغل والله العظيم والله يصير كل شوية تركض وراي، ما حك واحد غيري انا الا كل البرلمان. عندي صديق برلمان قبل شهر حرامي وتوفى قصة، ليش الله ما يوفق له مثله؟ ولا تنسى مشاهدة آخر 4 مقاطع.